السلام عليكم. هنتكلم في حلقتنا النهارده ان شاء الله عن ملخص اول 6 حلقات من المسلسل التركي الصيفي اسقف زجاجيه. بس قبل ما ندخل في حلقتنا النهارده، يا ريت لو انت مش مشترك تنزل تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك اشعار بالحلقات الجديده اول ما تنزل، وما تنساش تعمل لايك للحلقه اللي ده فعلا بيساعد. وبفكرك ان في حلقه تقديميه انا عملتها نزلت امبارح على القناه، هتلاقيها اول ما تدخل على القناه هتلاقيها كده، وهتلاقي لينكات تعلق في الاي فوق، وهتلاقي لينكات في الديسكربشن ولينك في اول كومنت. يا ريت لو تشوف الحلقه دي وتقول لي رايك ايه فيها ايه في الكومنتات برده. ويلا بينا نبدا حلقتنا النهارده. المسلسل بطولة بانسو سورال وقبلاي أقا ليلى وجيم، وكنا عملنا عنه كذا حلقة قبل كده، ولكن سريعا كده ملخص الحلقات الأولى، وهو إن المسلسل بيحكي عن ليلى الطفلة عاشت طفولة صعبة جدا لأن والدها تركهم، وهي مامتها المريضة ومامتها بتموت، وهي بتضطر إنها تعيش مع مدرستها في الفصل. يعني طفولتها كانت صعبة زي ما قلت والأسباب اللي أنا شرحتها، وده اللي يعني خلى عندها حماس إنها عايزة تنجح، وبالفعل بتنجح وبتجيب فكرة كبيرة جدا، فكرة مشاريع سلسلة مطاعم كبيرة جدا في تركيا، وعايزة توسعها تخليها عبر العالم كله وتوسعها. راحت لشركة استثمار وبالفعل بتنجح انها تقنعهم انها يستثمروا فيها ويعملوا يعني سلسلة المطاعم دي، وبالفعل بتعملها وبتنجح وخلاص حان الوقت للتوسع. ولكن اصحاب الشركة شايفينها عشان هي بنت فانها مش هتقدر على المرحلة وعلى التوسع ده، فبيضطروا ان هم يجيبوا معاها حد عشان هو اللي يمسك، هو راجل بقى اللي هو جيم يمسك يعني رئاسة المشروع كله عشان التوسع الدولي، وبيضطروا ان هم يخلوها هي يعني ما وظيفة إدارية من الآخر يعني، فبتضطر انها بترفض ده وما بتستسلمش، وفي نفس الوقت انها خلاص يعني سابت الشركة وسابت كل حاجة هي عملتها وأسستها ونجحت فيها وكانت من أسباب النجاح بتاعتها، وخلاص وقررت تفتح مطعمها الخاص. يعني طبعا خدت قرض عشان خاطر من مرابي عشان خاطر إنها تفتح وعشان خاطر ما تستسلمش، وخصوصا بقى إن الشخص اللي جابوه ده هو جيم، هو كان حبيبها السابق اللي انفصل عنها أو علاقتهم ما كملتش بسبب حاجة غريبة كده، وإن هما دايما كده يعني خلاص كل ما علاقتهم تبدأ في الجد بيحصل مشكلة بتبوظ الدنيا. مسلسل جو ظريف لطيف كده، بيتكلم بيلخص الحوار يعني ايه مناوشات بقى ما بين انها عايزه تثبت نفسها وتعمل مطعم بقى احسن من السلسله اللي هي سابتها للاسف وتخلوا عنها فيها، وما بين ان هو المغامرات والمناوشات ما بينها وما بين حبيبها السابق اللي هو جيم واللي لسه بتحبه وان هو بيحبها، ولكن كل ما بيجوا يقربوا من بعض بيحصل مشكله، فما بين مثلا مشكله مش مقصوده ما حدش فيهم بيبقى قصد ولكن بتتفهم غلط، فالاثنين بيتحولوا من مناوشات حب لمناوشات أعداء، وبيحصل بقى مواقف ما بين الكوميديا وما بين الدراما وما بين الرومانسية. بصراحة المسلسل رائع جدا. المسلسل لو كان فضل ماشي على النمط ده كان هيبقى ممل، يعني في الآخر هم تفضلوا ضد بعض كده وخلاص، يعني مش هيبقى في حاجة أكشن، مش هيبقى في حاجة قوية، مفيش حركة كده في النص، لازم يبقى في حماس، يبقى في حاجة كده تاخدنا بعيد. فده دخله في العلاقة يعني طرف واحد بيحب ليلى وهو اسكندر، وهنا بقى جات المواجهة والغيرة، فبدل ما كانت ليلى وجيم بقى يعني جيم مع اسكندر ومع وليلى في النص. نهوا الموضوع ده بشكل بسيط ما طولش كتير، ونهوا تقريبا في حلقة واحدة، ولكن بتظهر حبيبة جيم السابقة بقى اللي هنا هتعمل مشكلة كبيرة جدا. فبنهاية الحلقة السادسة كان المفروض جيم هيروح لليلى، ولكن للأسف ما رحلهاش بسبب ان حبيبته السابقة جات له. مش بس كده، حصلت له مشاكل في الشغل، فبالطبيعي انها تفهم ان حبيبته السابقة هي السبب في عدم مروحه ليها، وهنا بقى دخلت الحماسة والغيرة اللي هتحصل في النص. زي ما قلت المسلسل كويس جدا، يعني أجواءه حلوة، ظريف لطيف كده، هي المسلسلات الصيفيه اللي انت تتفرج عليها وتستمتع ان انت اتفرجت عليها وفي نفس الوقت ما تملش منها، وهو يعني نقدر نقول ان هو ونعمل المسلسلات الصيفيه. طبعا المسلسلات الصيفيه لها نمط تاني خالص عن المسلسلات الخريفيه، ما فيهاش تفكير كتير، انت قاعد بتفصل بتقضي وقت ممتع وخلاص، بعيدا عن المسلسلات اللي انت بتفكر فيها ومسلسلات الاكشن والدراما القويه والجو ده، فهو بصراحه قايم بالواجب ده على اكمل وجه. ونعمل المسلسلات الصيفيه زي ما قلت فكان حاجه روعه جدا، والمسلسل حماسي بشكل كبير، اداء ممثلين في رائع، قبلية أخا اللي هو جيم اللي كان جلسون في الحفرة مؤدي الأداء بطريقة رائعة، يعني نضج كبير جدا في شخصيته، نضج كبير جدا في أدائه التمثيلي، نفس النظام بانسو برضه رائعة أدائها رائع، ليلى اللي كانت برضه ملك في الداخل أدائها رائع جدا، مؤديها الدور برضه بحرفية عالية، في نفس الوقت أشخاص ثانويين كتيرة جدا أدائهم برضه تحفة، زي شخصية مثلا شيناسي اللي كان طبعا تمساح في الحفرة، طبعا دور تاني خالص قايم بدور يعني مش عايزين
عايزين نوضح الدور قوي جدا شايفين، ولكن مقدم لك التوتر بشكل كبير. هو دايما شخصيه متوتره، دايما يعني كتابه شخصيته كده انها توترك، فهو موصل التوتر ده بشكل كبير جدا، وخصوصا في الحلقه السادسه لما كانوا عاملين كامبينج. لا مزعج ومتوتر بطريقه اللي هو انت قاعد خنقت، ودي حاجه كبيره جدا. فهو اصلا الدور عايز منه يعمل كده، وهو ادى الدور بطريقه كويسه جدا، اللي هو وصلنا الاحساس ده، اللي هو يوصلنا الاحساس ده حاجه كويسه جدا. طبعا معروف النهايه ايه، المناوشات اللي هتفضل كامله منهم، ولكن انا اتوقع قصه حب هتحصل ما بين الشيفين، يعني اللي هو ما بين انها الشيف اللي موجوده مع ليلى، مش متذكر اسمها يعني، حتى ناسي يعني اسمها تاه عن بالي وما كتبتوش للاسف، وما بين اسكندر اللي هو الشيف اللي كان بيحب ليلى. اظن هيحصل مناوشات ما بينهم، وهيحصل قصه حب ما بينهم هما الاثنين. بس وشيناسي طبعا زي ما قلت دوره رائع جدا. فلا بصراحه المسلسل يستحق المشاهده لحد دلوقتي، ويعني زي ما قلنا لعبه الريت مش هتبقى حاسمه قوي في المسلسلات الصيفيه، لان تقريبا كل المسلسلات الصيفيه تحت الخمسه الريت بتاعها قليل جدا، فده مش هيحكم ولا هيبقى عامل كبير جدا ولا لتوقف المسلسلات. فزي ما قلت مفيش اصلا تنافس، كلهم نفس الريتم، فمش هيقفوا، وهي دي المسلسلات الصيفيه، وهي ده الريت بتاع المسلسلات الصيفيه. فيعني ما تقلقوش المسلسل هيكمل ان شاء الله، وزي ما قلت ممكن يعني يبقى فرنج ما بين 10 ل 15 حلقه المسلسل، لان مفيش فيه اجواء كبيره الا لو دخلوا بقى في قصص وتشعبوها بشكل كبير جدا، يبقى ممكن يبقى اكتر من كده، ولكن توقعي الشخصي هيبقى من 10 ل 15 حلقه فقط لا غير. بس وفي الملخص في النهايه يعني مسلسل يستحق المشاهده. يا ريت اللي شاف المسلسل وشاف اول 6 حلقات يقول لي رايه في الكومنتات وتوقعاتك للاحداث اللي جايه ايه. يا ريت لو تعمل لايك للحلقه عشان ده فعلا بيساعد، ويا ريت لو انت مش مشترك تنزل تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك اشعار بالحلقات الجديده اول ما تنزل. واشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله.